السلام عليكم اخوة الاخوات صحاب قناة الكترو تكنور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوف معكم الجزء الثاني من ديال بوست سورس 60 كيلو فولت 22 كيلو فولت. كيف ما قلت كاين واحد السيكسيونور، يعني ملي كنوصلوا للديجونكتور ديال لا سورسي كنلقاو نوتر سيكسيونور، يعني بحال كيولي عندنا لو ديجونكتور الاول. رجع للصورة، لو ديجونكتور الأول إلي كونداني وسط دو سيكسيونور، واحد ملي كتدخل لاطونسيون 60 وفاش كتلقى ديجونكتور، يعني عاوتاني مكونكودري بسيكسيونور. دونك هذا هو لو سيكسيونور ديال لاسورسي من ديجونكتور، كتشوفوا هذا هو لو ديجونكتور، ها هما لي طروا فيل غادي للسيكسيونور، من سيكسيونور غادي للجو دو بار. هانتوما كتشوفوا لي جو دو بار هما هادو، ها وحده جوج ثلاثه. دونك عندي واحد لا ليزون في لو شيما مع واحد تي تي، راه هي هادي، هاد تي تي هو هذا، يعني ترانسفورماتور دو طونسيون، والجو دو بار هي هادي، عندنا تروا جو دو بار اللي هو هذا في لو شيما، هو هذا. دونك ملي مع جو دو بار ان ترانسفورماتور دو طونسيون. دابا الاخوان قلنا من غادي نرجع للصوره باش تشوفوا مزيان، كاين سيكسيونور كاين ديجونكتور، ابري هاد سميتو. دونك سيكسيونور ديجونكتور بحال اللي شفنا في لونطري، يعني ما كاين حتى شي فرق كثير. دونك غادي ندوزو للخرجة ديال هاد ليطابليسمون، يعني ديال هاد المكان اللي فيه لونطري ديال 60000، شلنا فيه لي ديجونكتور، شلنا فيه لي سيكسيونور. دونك غادي يخرج فين غادي يمشي؟ غادي يمشي للترانسفورماتور. دونك بيان سور غادي يخرج اترافير دي ترافيرسي ايزولي اللي هما هاد التلاتة هادو، بحال اللي في الداخلة عاوتاني كاينين في الخارجة باش غادي يمشيو لينا للترانسفورماتور. هادو لي زيكلاتور كما شفنا في الاول، الدور ديالهم ملي كتكون شي ديشارج اتموسفيريك، يعني كي ابسوربيو هذاك لو كورون كيمشي لاتير، ها هو ملي هنا مع الفاز، وهنا لو فيد الاخوان، راه ما كاينش شي حاجه لو فيد، ولكن هاد لو فيد راه بيان كالكولي دو تال فاصون ملي تجي شي ديشارج الكتريك كتمشي لاتير اترافير هاد لو فيل، هذا راه غادي لاتير هذا من لهنا. دونك هاد لي طروا فيل الاخوان في نظركم ما غاديش يمشيو للترونسفو ديريكت، يعني بويسكو سوسون دي كابل ما غاديش نقول سوبل، ولكن غادي يكونوا سمي سوبل، يعني ليابل كي تطواو، يعني غادي ديهم لسميتو غادي يقدروا يعني يطيحوا هنا يقدروا. دونك غادي يمشيو لواحد لو مير بلاندي بحال هاد الشكل هذا، وعاد من لي كابل هاد لي طروا كابل غنهبطوا للترونسفو. دونك ما غاديش نجيو كما قلنا الترونسفو لونطري ديالو ديريكت، وانما غادي نمشيو هاد لي طروا فيل هادو، هذا وهذا وهذا، ما غاديش يجيو من لاسورتي، غادي يجيو ديريكتومون للترونسفو، ولكن غادي نمشيو لهاد هاد لي رونفور هادو. شتيهم راه مديرين دي زيزولاتور وواحد الحيط، وهالكابلي ها هو جاي لهنايا، وعاده غادي يهبط للترونسفو، عاده غادي يجيو هاد ثلاثة غادي يتخادو من الفوق ويجيو للترونسف. دونك غادي نحاولو نهضرو شوية على المكونات ديال هاد لو ترونسفو. لو ترونسفو الإخوان كيف ما كتشوفو كيتكون من واحد لاكيف، هادي هي يعني اللي فيها البوبيناج، فيها الزيت، فيها دونك كنسميوها لاكيف بروتيكسيون ميكانيك دو لا بارتي اكتيف كونتيان لويل دي الكتريك. دونك كاين هنا واحد الزيت اللي كيلعب الدور ديال رفواديسمون ديال لي زونغولمون ديال الترونسفو. وبيان سور هنا هادي لي الفوق الاخوان كتشوفو، ماشي هاد لي زيزولاتور فين داخل لك، هاد لابارتي هادي شناهي، هادي الاخوان سي ان كونسيرفاتور دويل ابيلي اوسي لو بالوني le réservoir d'huile ou bien le réservoir d'expansion. Il a pour rôle de maintenir le niveau d'huile dans la cuve 8 à 12% du volume d'huile transformateur.
empêche le vieillissement de l'huile et réduire le taux d'oxydation. اشرح لكم الاخوان، هاد الريزرفوار هذا اللي كتشوفوه الفوق، هذا سي كوم ريزرفوار ديكسبونسيون، يعني زايدينو تقريبا كيهز واحد 8 حتى 12% ديال لو فوليوم ديال الكيف، يعني و امباش لو فييسمون دويل اي ريدوير لو طو دوكسيداسيون، يعني كيحافظ لينا على هذا المحول هذا، يعني كيزيد في لا دوغي دو في ديال الزيت، هذا هو وكيحميه من الاكسيداسيون. دونك حتى لهنا فاهمين. وكاين سميتو ان ترانسفورماتور اي نورمالمون ايكيبي دو ترو فونتيلاتور ايرو فرانجون دون دو سون اون مارش اي لوتر اون كلونش كون لا تمبيراتور اوغمونت او دولا دو 60 دوغري سيسيس. هاد ثلاثة الفرافر الاخوان لي ترو فونتيلو نورمالمون كيخدمو جوج، يعني سا ديبون الكونستريكسيون، راه تقدر تلقى تلقى شي ترونسفو ديال 60022 كيلو فولت، تلقى فيه غير دو فونتيلاتور، هذا فيه ثلاثة لأنه كبير، تقريبا نقدر نقول لكم ديال 40 ميجا فولت أمبير. دونك قلت جوج كيخدمو يعني بور لوفواديسمون، الثالثة ملي كنفوتو 60 دوغري كتخدم هاد التروازيام هادي، يعني إلا كانت البرودة تقدر تخدم غير وحدة، باغ إكزومبل الجو بارد ولايغاسيون مزيانة تقدر تخدمها وحدة، ولكن كديباسي واحد شوية كتبقى غادي طالع اللي كتوصل 60 كيخدمو بثلاثة ألاف، اللي هما هادو هاد لي فونتيلو دو غفواديسمون. بيان سور كاين عندنا واحد البريتوستا، وكاين عندنا واحد كوماند تيرمومتر ثيرموستا جهاز من طومبيراتور، يعني كتوصل باغ اكزومبل واحد سيرتان دوغري تقدر تمشي لينا ديكلونشمون ديال ديجونكتور باش يقطع ليا على 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 الترانسفو ما يتحرقش. اون ديشارج اتموسفيريك اونترينون لو فونكسيونمون دي زيكلاتور، الى جات شي ديشارج الكتريك يعني من الاتموسفير تجي فوق ترانسفو، كاين هاد لي زيكلاتور الاخوان، انا غادي نحاول نكبر الصورة، هادو الاخوان هاد الحديدات هادو اللي كتلقاو راه ماشي مزيودين غير هكاك، هادو سوسون دي زيكلاتور، كاين واحد ملي مع الفاز ديريكس وواحد ملي مع لاتير، ها هو التعب، دابا كتلقى واحد اون فاس مع واحد، بحال دابا هذا اون فاس مع هذا، هاد التاني اون فاس مع هذا، التالت اون فاس مع هاد التالت هذا، هاد الرابع سي تان بارافودر هذا. هو ملي مع لاتير، يعني ملي كتجي شي صاعقه ولا شنو كيدي لينا ديك لابسوربسيون وكتمشي لاتير. دونك كيف ما قلت هاد لا ديستونس ما بين هاد الفار وبين هادي راه بيان كالكيلي الاخوان، هذا هو ليكلاتور، يعني ملي كتجي شي ديشارج الكتريك كتمشي اوتوماتيكمون لاتير، يعني باش ما يطلقوش ليا الفاز، باش ما تفرقعش ليا الترونسفو، باش هاد لا شارج هادي كتمشي لاتير ديريكتوم. اللي هما هادو لي زيكلاتور اللي قلت الاخوان. غادي ندوزو دابا طونسيون بريمير، قلنا 60 كيلو فولت افيك ريغلاج دو لا طونسيون اون 20 بوزيسيون اترافيغ ان شارجور دو بريز اون شارج. شارجور دو بريز اون شارج الاخوان هو هذا، هاد لابارتي هادي فيها واحد لابارتي ميكانيك، انا غادي نذكركم، يعني كيكونوا عندنا دوك لي ترونسفو اللي مستانسين بهم حنا ديال بار اكزومبل ديال مويان طونسيون باس طونسيون، ديال نقدر نقول لكم بار اكزومبل 630 كتلقى فيه واحد 3 بوزيسيون، وحده كتمشي ل 20 كيلو فولت، وحده ل 22 كيلو فولت، وحده ل 23 كيلو فولت، يعني واحد المانيت دايرين فيها 3 بريز دو شارج. هاد سميتو هاد الاغوان هاد شونجور دو بريزون شارج، شنو الدور ديالو؟ باغ اكزومبل جاتني انا واحد عندي انا الترونسفو ديالي باغ اكزومبل 60 كيلو فولت، جاتني في هادوك لي فيل دونتري جاتني باغ اكزومبل 63 كيلو فولت، هذا عنده واحد سيستم موتوريزي اوتوماتيك لداخل ديالو دغيا كي ادابتي ليا هذيك 63 كيمشي ليا للريكلا 63 كيلو فولت اللي داخله، ملي كترجع لا طونسيون نورمال كترجع ليا 60 كيعاود يردها للمانيت كيعاود يردها ليا 60، يعني باش ما تكونش عندي شي تاثير على هذا المحول هذا.
دونك هذا هو الشانجور دو بريز اون شارج، عنده واحد الموتور كيخدم اوتوماتيك. هو راك تشوفوا لا ليزون هنا داخل اترافير ان غولي بيكوز، وداخل ليا لو سيستيم ديال الترونسول داخل، هو اللي كيبدل ليا هذيك كي ادابتي ليا هذيك لا طونسيون دونطري ديال الترانسفورماتور. هنا الاخوان واحد المساله مهمه بزاف، كتقول لك سيدي لا كيف اي ايزولي دو لا تيغ باغ لي باكيليت. لا كيف الاخوان يعني هو راه هو لا كيف اللي فيها الزيت ترانسفو كامل. الترانسفوات اللي مستانسين بهم حنا ديال الموين طونسيون باس طونسيون كيكون ما كاينش هذا الباكيليت هذا. هذا الاخوه اللي كتشوفوا انا غادي نحاول نكبر باش تشوفوا هذا الباكيليت هذا. قلت الترونسفوات اللي مستانسين بهم ديال الموين طونسيون باس طونسيون ما عندهمش هذا الباكيليت هذه. هذه هي ديك لاغو اللي كتمشي على السكه، يعني كتلقى الترونسفو ديريكت وملي طونسو ملي مع لا تير. بار كونتر هنايا ما كاينش، كاين باكيليت يعني لا كوف وترونسفو كامل ايزولي على هذيك السكه اللي كتمشي، اللي هذيك الرويده اللي كتمشي على السكه هنايا. علاش؟ علاش الاخوان؟ انا غادي نقول لكم علاش. عندنا لا كيف اي غولي او سيركوي دو لا تيغ دو بوست باغ اون سول كونيكسيون اون كويفر سور لاكيل اي انستالي ان تي سي 100 بار 1 امبير. هذا لو رابور ديال واحد لو تي سي اللي هو هذا. دونك كيف ما قلنا في الصوره اللي دازت، قلنا كاين واحد الباكيليت ما بين لا كيف وما بين الرويده اللي فوق السكه. علاش؟ دابا الا جات شي دي شارج ماشي دي شارج، يعني الا كان شي كور سيركوي غادي نحاول حتى الاخوان اللي كيهضروا اللغه الفرنسيه حتى هما يشاركوا معنا. قال لك سي ان ديفو سو برودوي باغ ان امورساج انترن ا لا ماس اونتر انغولمون اي ماس، يعني عندي واحد الكور سيركوي ما بين لي زونغولمون ديال الترونسفول داخل ولا ماس اللي هو هذا الكاركاس هذا. اشنو كيوقع؟ لو كورون دو ديفو برودوي سيكول، كيتوقع ان واحد لو كورون دو ديفو كيدوز اترافير هاد 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 لاتير اللي دوزنا اترافير هاد لو طور هذا. هذا الاخوان شا هي لاتير جيه دازت اترافير لو طور عاد مشات لاتير. دونك كتيكول لاتير لو كورون دو ديفو برودوي سيكول par la connexion de la terre à travers le TC transformateur de courant l'unique passage يعني كاين هذا لونيك باساج ديال هذا لو ديفو الكتريك الا الا كان هنا entre l'enroulement et le carcasse. Donc qui alimente un relais de courant le fonctionnement de ce relais de courant provoque يعني الا كانت شي تماس ما بين الكاركاس و لي زونغولمون يعني ان كور سيركوي اشنو غادي يؤدي؟ لو ديكلونشمون دي ديجونكتور انكادرون لو ترانسفورماتور. دونك ديجونكتور اللي يجيب لاليمونتاسيون لهاد لهاد ترانسفو غادي يوقف اوتوماتيكمون. هذا هو علاش دايرين هذاك الباكيليت مايزولين به الرويد اللي كيمشيو على السكه، باش علاش الا كان عندي شي ديفو دوماس ما يتسربش ليا انا اترافير واحد الجهه غادي تجيني للطور، واحد الجهه غادي تمشي ليا اترافير الرويده، واحد الجهه غادي تمشي لي نو. دايرين ان سول باساج اللي هو دا اللي كيمشي اترافير هاد الطور. هاد الطور يعني كيدوز منه واحد لو كورون كيعبروا كيصيفطوا لابوبين دو كلونشمون ديال ديجونكتور. دابا غادي نشوفو هاد هاد النوتر ديال لا سورتي ديال 22000 فين فين غادي يمشي، و علاش دايرين ليه واحد واحد سيكسيونور، و لوتر بارتي اللي خارجه من السيكسيونور فين غادي تمشي. هذا سي تان سيكسيونور الاخوان، ها لا مانيت ديالو فين هابطه، شتو هي هادي. دونك النوتر قلنا خارج من 22000 غادي فين غادي يمشي، وهاد سيكسيونور علاش دايرينو؟ باغ اكزومبل في حالة انا عندي واحد لونتروتي هنايا، انا مديكلونشي ديجونكتور ديالو، دونك غادي نخاف من شي روتور من هنايا ولا شنو، دونك كنحل هاد لو سيكسيونور باش كنبقى اون ايطا دو سيكوريتي. هذا هو الدور ديال هاد سيكسيونور هذا، يعني كتشوفوه هنايا، هاو، يعني خارج من نوتر،
ديز اترافير سيكسيونور وديز اترافير واحد تي سي وغادي لاتير. دونك غادي نشوفو هنايا فين غادي ديزها هو جاي ديزو اترافير واحد لي تي سي وغادي ليا لهاد لي ريزيستونس من هاد لي ريزيستونس واحد لا ريزيستونس ديال 42.5 اوم عاده غادي يمشي ليا لاتير. لاتير هي هادي الاخوان. فوالا هاهي ملي هنايا في جو دو بار نتوما كتشوفوها هنايا واحد بتي جو دو بار وديز اترافير واحد الترولي وغادي لاتير. دونك لو نوتر كوتي 22 كيلو فولت دان ترانسفو 60-22 كيلو فولت ايمي على تير فيا اون ريزيستونس دو 42.5 اوم كي ليميت لو كورون دو ديفو اترافير لا تير ا 300 امبير. دونك غادي نوقفو ان شاء الله عند هذا الحد ونتمنى الجزء الثالث نكملو ان شاء الله ونتمنى الفيديو يكون عجبكم وما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم راه هو الحافز الوحيد ديالنا الاخوان. تبارك الله عليكم والله يحفظكم.